هي كانت تجي لبغداد دا تكتب روايه، فدا تحضر هواي، دا تسوي سيرش وما سيرش على الروايه وتتنقل هوايه وكذا، وهذه في بغداد. فبحكم صارت علاقتي قويه جدا بالوالد، فبحكم انه انا لاعب وكذا وهذه، وهو كان عنده مطعم، فكانت تجي مثلا تقعد، وتعرفين اللي ويا الوالد اهلها وكذا وهذه، فقمت التقي بها. بعدين اشتغل التخطيط مع الوالده، فعزمناهم للبيت، عزمناها للبيت. وبعدين ورا ما انتهى الموسم انا شويه كذبت كذبه بيضه، نسميها بيضه ليش خجلانه؟ شنو كذبه؟ بعد ما انتهى الموسم فقالت لي وين، ها انا قلت لها انت وين راح تروحين؟ قالت انا راح اروح لندن وكذا وهذا. يعني انا اهلي كانوا ساكنين بلندن وقتها، بعد الدنمارك انتقلنا. فقالت انا راح اروح لندن وكذا وهذا. قلت لها زين اوكي حلوه لندن. قالت لي انت رايح لندن؟ قلت لها هي طبعا رايح طبعا انا رايح مره واحده وكل شيء ما شايف بلندن. طلع كل شيء رايح كذبه يعني. صحيح انت رايح؟ اي رايح، بس شنو رايح؟ على مود كانت جائزه مال افضل لاعب بآسيا، مجلة فوتبول الإنجليزية اختارت أفضل لاعب آسيا، فرحت كانت عندي جائزة. ما بقيت يومين ورجعت وهذا. فقالت لي أنت شايف لندن؟ قلت لها إيش مفترها وكذا. قالت لي شو تحب بلندن؟ طبعا أنا أعرف هي ملعبها الأداء. سويت سيرتش اكو بلندن؟ لا مو هاي، أقعد وياها هاي الأيام والأشهر بدأ يكتشف أنا شنو أحب. فقالت لي يعني أنت شو تحب بلندن وهاي؟ قلت لها كل شيء حلو بلندن وهاي. قالت لي يعني مثلا شو تحب؟ قلت لها يعني هو شنو موجود هنا؟ قالت لي متاحف. قلت لها متاحف؟ انا مو على المتاحف. قلت لها اكو ناس تحب مثلا متاحف، اكو ناس تحب مثلا شوبينج، شنو انت اهتمامك؟ قال لي انا متاحف اهتمامي. متاحف؟ طبعا ما احكي لك من ودتني لندن. شلون بالله اول راحت؟ شنو؟ طببني المتحف صوره نقطه واقفين فد 50 واحد يبغون عليها. هاي وين اخذتها؟ شايفه هاي والله توقعت جالري. كل متحف كبره يعني ساعتين ثلاث ساعات احنا بس نفتر. زين ليش ما وديتي مثلا الملاعب هاي المعارض مالتهم؟ وديتها ناشونال جالري. لا لا المعارض ما اسمعي دخلتك القويه. اكتشفنا ماني قلت لها، ماني قلت لها انا احب المتاحف، واني لا يم المتاحف ولا اي خطيه. اي حياتي كلها حياتي عباره عن طياره وجنطتك ورا الباب سفر ومعسكر بغرفه لما تكون وحدك او يكون واحد وياك والتمارين وكذا وهذا. فمتاحف يعني ما رايح متاحف، ما عندي وقت، انا رايح لندن ما مفترى. فقلت لها هي طبعا المتاحف. فودتني المتاحف كلش تعبت. احنا الرياضيين ما نحب نمشي. مشيت هواي حب تركض نركض بس ما نقدر نمشي لانه نتعب. فاخر شيء تعبت فقلت لها حوراء. قالت لي ها. قلت لها ترى تكذب علي، كان احب المتاحف. يلا خاطر. قلت لي انا ايش علي؟ انا مالي دخل. قلت لها شو تريد؟ قلت لها شو تريد؟ نروح ناكل كل شيء؟ يلا امشي نطلع ناكل كل شيء. فقالت لي انت تحب شنو تحب؟ قلت لها اي شيء. قالت لي تحب تاكل كشري؟ قلت لها والله اتمنى اكل كشري صدق، انا بحياتي ما اكل كشري. فاخذت كشري كان مصري. اطيب كان اطيب يعني كشري. تخيلي وديتي ياكل كشري بلندن المتحف يعني في غير مكان.